مرحبا مشاهدينا. مسيرة ليلية غاضبة بمنطقة دوار هيشر بالعاصمة ببادرة من تنسيقية المفروزين اجتماعيا، وتندد المسيرة بغلاء المعيشة وتفاقم البطالة وتجدد تجدد الاحتقان بين أهالي مدينة عقارب الذين عمدوا إلى الاحتجاج وإلى غلق بعض الطرقات رفضا لتصريح والي صفاقس القائل بإجراء استفتاء محلي حول قرار إعادة فتح الوقت لمصب الجنة. وبعد عام واحد من دولة الاستثناء، سعر صرف الدولار الأمريكي يقفز من 2.79 للدينار الواحد للدولار الواحد دينار تونسي في سبتمبر 21 إلى 3.3 مساء اليوم الاثنين. وعلى خلفية هذه الأحداث، جبهة الخلاص الوطني في بيان لها اليوم تقول إن في تزامن هذه الأحداث وفي انتشارها إلى أكثر من منطقة بالعاصمة والجهات، ما تقول إنه مؤشر على درجة الاحتقان الاجتماعي لدى عموم المواطنين، وهو ينذر بانفجار عام وبانهيار الوضع الاجتماعي والسياسي بالبلاد. وفي ندوة صحفية لحركة النهضة اليوم، علي العريض رئيس الحكومة الأسبق يسأل: ما يحصل من استنطاق وتحقيقات في حقه وحق قيادات النهضة استهداف لشخصه ولحزبه وليس بحثا عن الحقيقة. أزمة سياسية واجتماعية متفاقمة ومعدلات الحرقة القياسية في الأشهر الأخيرة، هل تنجح الحكومة في معالجتها أم تغرق في تبعاتها؟ وبعد فضح مصاريف الأكل في الرئاسة، ورع وزهد أم تخمة وفساد؟ ضيوفنا الدكتور أحمد الخديدي السفير السابق والكاتب الصحفي، والأستاذ بشر الشابي المحامي ونائب عن حركة النهضة، ويلتحق بنا إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة بداية من الساعة 9 بتوقيت تونس، السيد مصطفى عبد الكريم كبير عن المرصد التونسي لحقوق الإنسان. مرحبا أستاذ دكتور أحمد القديدي، ومرحبا أستاذ بشر. مرحبا حسين، أهلا وسهلا دكتورنا، شرفتنا. الله يحفظك. مرحبا بشر. مرحبا، أهلا بيك دكتور، ورحبوا بيك وتوحش لك. عايش عايش. مرحبا بضيفي، ومرحبا بمتابعينا مشاهدي حصاد 24 ومشاهدي قناة الزيتونة. قبل أن نمرر جزء من كلمة رئيس الحكومة سيد العريض ونعلق عليها، فقط إشارة ورد ظاهرة اليوم في حديث عن برنامج حصاد 24 وعن الزيتونة في برنامج إذاعي على في الديوان الفهم يديره معز بن غربية، ويحضر معه عديد الضيوف المحترمين والزميل سفيان بن فرحات. وعليه نؤكد أنه في قناتنا ولجمهورنا ولكل من يريد طلب حق الرد، نؤكد أن حق الرد مكفول لكل الزملاء ولكل من يطلبه، هذا واجبنا الأخلاقي والصحافي. بالعكس، احنا لسنا ممن نستدعي الضيوف لنحقر من شأنهم على قلة إمكانياتنا المالية والتقنية. نعرف أن ظروف النضال لا يستوعبها ضعاف النفوس وكثير ممن هم محسوبين على الإعلام. هذا أولا. ثانيا، إن شاء الله نجد الوقت للرد على بعض الإدعاءات في خصوص البرنامج والقناة، لأننا بالفعل المنشغلون وسائر الصحفيين ونقابتهم في مقارعة الاستبداد الصاعد الماس من حرية الصحفيين وسلطتهم، وبيانات النقابة في الأيام الأخيرة خير دليل على ذلك. إذن نحن سلطة صحفية وقيمية، نحارب السلطة ولا نضيع أوقاتنا في محاربة الأدوات. هذا منهجنا في الصحافة الجادة التي تنقد الحاكم، تراقب الحاكم، تحاسب الحاكم، عكس ممن عادوا إلى سيرتهم الأولى، سيرة رفع التحديات، وكما يقولوا فيها من شب على شيء شاب عليه. إذن متضامنون مع كل الزملاء ضحايا التهديدات الإرهابية أي إن كانوا، ونهيب بالنقابة الدعوة لحمايتهم الجسدية وكذلك الحماية النفسية
لمن ثبت مرضهم أو ادعوا الجنون في السابق، حماية للرأي العام على الأقل من التضليل، هذا أقل ما يمكن أن نطلبه. نقطة، نرجع للسطر مرة أخرى. رحب بضيفي الأستاذ بشر شابي ودكتور أحمد الخديدي، ونبدأ بجزء من مداخلة علي العريض رئيس الحكومة الأسبق في الندوة الصحفية لحركة النهضة تقريبا اليوم الساعة 10، وأعطي لضيفي للتعليق عن هذه الكلمة. يلا. لقد أشرف على وزارة الداخلية في سنة 2011 ثلاثة وزراء داخلية، يعني قبل مجيئي أنا، بعد الثورة أتحدث، ثلاثة وزراء داخلية، وبعدي أنا في سنة 2000 بداية من سنة 2013 عدد كبير، ربما ثمانية، مانيش متأكد، أما عدد كبير جدا إلى اليوم. وظاهرة السفر بما في ذلك إلى بؤر التوتر كانت قبل الثورة موجودة إلى العراق وغيرها وأفغانستان وغيرها، وتكثفت بعدها في مرحلة الانفلات، واستمرت وربما ما زالت مستمرة إلى الآن. فلماذا لم يقع الاستماع إلى كل هؤلاء الوزراء في هذا الموضوع؟ لماذا تجتث مرحلة قصيرة في الوسط كما لو أنها منقطعة عما سبقها وعما لاحقها؟ لماذا لا يقع الكشف عن السياسات في كل مرحلة في عهد كل وزير، ليظهر ما هي السياسات التي قد يكون تخلى عليها وزير، وما هي السياسات التي أضافها كل وزير، لتظهر الحقيقة واضحة أمامنا جميعا؟ لماذا لم يقع هذا؟ إنه مرة أخرى استهداف شخصي والحزب الذي أنتمي إليه حركة النهضة، وليس هو البحث على الحقيقة. وأنا كما قلت هنا أرد على المحاكمات الإعلامية في كثير من المواقع التي استهدفتني واستهدفت حركة النهضة بصفة عامة، واستهدفت رئيسها الأستاذ راشد الغنوش. كانت أو كان هذا جزء من كلمة السيد علي العريض رئيس الحكومة الأسبق. وحتى نعود على ما اصطلحت تسميته بملف التسفير وجملة تحقيقات أستاذ بشر والاستماع أو التحقيق في القطب القضاء لمكافحة الإرهاب، يقول القصيد: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الماء، قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. أستاذ بشر، كنتم في قلب لجان التحقيق، كنتم في قلب الدولة 10 سنوات، كنتم في قلب الوزارات، اطلعتم على حليب الغولة وثديها وضرعها، لماذا الصمت على كل هذا الوقت؟ لماذا الآن ربما علي العريض ذكر بعض الأشياء المهمة سنناقشها، ولكن لماذا كل هذا الصمت؟ هل أنتم بالفعل مورطون كما يدعي خصومكم أم ماذا؟ نرحب بك وبكل مشاهديك، وشكرا على الاستضافة. أهلا بكم. هو أحسن جواب لسؤالكم هو حضور الإعلاميين اليوم اللي كانوا مقاطعين في الندوات الصحفية السابقة، قاطعوا ندوات الحركة، حركة النهضة. اليوم شفنا وتمعنوا مليح، تلقاو جميع أعلام العار موجود في هذه الندوة. وأحسن جواب، واليوم كانوا حاضرين، لماذا؟ ليس حبا في حركة النهضة ولا حبا في علي العريض، ولكن كانوا حاضرين لمحاكمة علي العريض. ولكن أحسن جواب هو عدم سؤال علي العريض بعد نهاية الندوة أي سؤال. لماذا؟ لأنهم فشلوا، لم يتوقعوا هذا الإبهار وهذا النجاح من رجل دولة. لأنه سعلي العريض اليوم معناها كف وشفى وشفى جميع التونسيين بما لديه من قوة
قوة وصلابة وبما لديه من عزيمة، ويعتبر من أقوى رجال دولة اللي تعدوا على البلاد. فكان صمت الإعلاميين اليوم هو أحسن جواب بعضهم على الأقل، حتى لو يناسب أستاذ بشر، مع احترامنا لبعض الزملاء. نعم، مع احترامي للزملاء، اليوم حتى سؤال، ولما طلبوا منهم الأسئلة كانوا جايين حاضرين ليس لسماع للعريض، كانوا جايين لمحاكمته. فلما أعطاهم شوية من الصحيح ومن خرج شوية من وجه التحفظ، صمت جميع الإعلاميين وصمت من وراءهم، ورغم ما يصمتوش هكاك الإعلاميين، صمتوا لأن قاعت العمليات. أستاذ بشر، أعتقد أن الصورة اختفت. أمرر السؤال للدكتور أحمد الخديدي. دكتور أحمد تابع جزء من الندوة الصحفية. علي العريض طرح أسئلة، سأعد لك كلمة بعد قليل سي بشر، طرح أسئلة، بين الأسئلة يقول أنه أشرف على وزارة الداخلية سنة 2011، ثلاثة وزراء داخليا، وبعد أشرف عليه قرابة 8، وظهر التسفير كانت قبل الثورة وتكثفت بعدها في مرحلة الانفلات واستمرت الآن. يقول لماذا لم نقع الاستماع إلى كل هؤلاء الوزراء؟ لماذا اشتثت مرحلة قصيرة في الوسط كما لو أنها منقطعة عما سابقها وعما لاحقها؟ لماذا لا يقع الكشف عن كل السياسات في كل حقبة؟ هل هذه أسئلة جادة دكتور أحمد؟ هو طبعا واضح لكل ذي عينين ولكل ذي عقل أن المستهدف ما هوش المتهم، لا، المستهدف هو فصيل سياسي في تونس وهو حركة النهضة، وكل ما يتراءى لقيس سعيد بعقله ولا بمخيلته من أنا أقول من أوهام يلبسوا، أوهام طبعا يلبسوا لحركة النهضة. أنا أقول لك نزيد على كلام علي العريض أشياء ما قالهاش، أن هذه داعش تأسست 2004. شنو السبب الرئيسي؟ هذا في الكتب، وآخر كتاب هو لعباري عطوان حول داعش. نعم، لما مشى بريمر الحاكم المدني للعراق وحل الجيش العراقي، حل كله، ما عاش فما جيش عراقي، وهي مظلمة اعترف بها بريمر واعتذر عنها بعدين. نعم، انتقاما من السنة مش حاجة أخرى. الأسلحة والصواريخ والدبابات وحتى بعض الطيارات انتقلت إلى ما يسمى داعش، وهي نواة الجيش العراقي الذي حل. هذا 2004 و2005 و2006، معناه قبل الربيع العربي. التسفير تقصد التسفير ابتدأ من وقتها، من وقتها فما 32 جنسية التحقوا بداعش قبل ما تعمل تونس ثورتها. نعم، إنما بعد ولات حوالي 3000 أو من 3 إلى 5000 تونسي من أكبر الكوتاء عند داعش. شنو السبب؟ السبب تفكك العائلي في تونس. تهم مرة احتاوا على البنيات هذوك غفران، وأظن رحمة وغفران كيفاش مشاو لسوريا. السبب شنو؟ السبب والديهم الاثنين في قضية تلاق مدة 10 سنوات تلاق، هذاك بسببك المجلة الأحوال هذيك اللي ما خلاتش البيبان وتحط الناس في الحبس على نفقة وما نفقة وكذا. ما يهمنا الآن دكتور، ما يهمنا المسؤولية السياسية. السؤال، هل التسفير مرتبطة فقط مع العرايض أم لا؟ هذا سؤال نريد الإجابة عنه. يستحيل، مش معقول. هو بينه، هو واحد من 11 وزير خارجية داخلية وثمانية داخلية، سمحت، وثمانية رؤساء حكومات من 2010 إلى 2022. فمن شدش أنا واحد نجده هكا سيليكسيون هكا نقول هذا هو المسؤول. هي والأخرين ما كانش في الداخلية، وكيف سفروا الناس؟ أنا ما فهمش كيف سفروا الناس. هو حتى في فاكسة ذاك ينس في الناس، تمام، ثلاثة طيارات كل يوم تخرج، واحدة لا أربعة، واحدة في جاسوس، واحدة قطر هذيك اسمها تونيساب، واحدة تركش إيرلاين، واحدة سيفاكس، يهزوا الناس. وكيفاش هو وانت عارف على نواياه انت وين ماشي؟
واحد يقول لك عندي عائلتي ما نسمش نطلع عليها، ولا يقول لك عندي تجاره نعمل فيها. نعم. كيفاش باش تعمل؟ كيفاش باش تغربل؟ كيفاش باش تغربل؟ ما فهمتش انا كيفاش باش تغربل. وقتها ما فماش اس دي سات، وما فماش علاش اس دي سات. تو عملوها جديده وعملوها للناس المعروفين تو الاس دي سات. لا اس دي سات منذ تلك الفتره بالعكس هو العريض يدافع يقول لك انا في الفتره نتاعي احنا خلقنا الاس دي سات لضرورات امنيه. وهو زاد ايضا للتاريخ هو الذي صنف، كان عنده دور كبير في تصنيف انصار الشريعه، انصار الشريعه منظمه ارهابيه. نعم. وهما بيديهم حاكمين عليهم بالاعدام ويقولوا فيه هنا في سوريا، هو والغنوشي وحركه النهضه وكذا يعتبروهم مرقين عن الدين. نعم. فما مش ممكن يكونوا في ائتلاف او في حلف، يستحيل. نعم جيد. دعني أمر نفس السؤال، أعيد نفس السؤال لضيفنا الثاني من باريس وأسأل عن إضافة. أستاذ بشر، دعنا من دفاع علي العريض، قلت منذ قليل أنه تجاوز بعض التحفظ، أنتم الآن في عيون ما نقولوش كل الشعب التونسي، بعض الشعب التونسي على الأقل يستمع إلى جزء من الإعلام، أنتم متهمون إلى حين تثبت براءتكم، أنتم متهمون بالتسفير قياداتكم وشيوخكم، هل من حقائق تنور بها المشاهد تدافع بها عن أنفسكم؟ تفضل. هو هي مثلا ما جريمة اسمها التسفير؟ لو كانت هناك جريمة اسمها التسفير لكان هو جريمة الدولة كما يحكيوا هما، لحكمت جميع السلطات الفرنسية ولحكمت جميع السلطات الألمانية ولحكمت جميع السلطات الألمانية باش ما نكثرش عليك الأوروبية الكل والأمريكية وجميع دول العالم لحكموا من أجل التسفير. كان جات جريمة التسفير هي جريمة الدولة، لأنه يلزم نذكروا الطبالين نتاع قايد سعيد وأشباه الأمنيين هذوما اللي يعملوا في القضايا وحلال هذه النيابة العمومية اللي مصيرها هو الخراب. راهو أكبر ناس مشات وسافرت إلى بؤر التوتر من أفغانستان لصربيا لأوكرانيا توا أو توا فرنسا قاعدة تصفر هي ودعت إلى التصفير الأوكراني، واللي مشاو لأفغانستان ومشاو للعراق ومشاو لسوريا أكثر ناس راهم خرجوا من أوروبا من الاتحاد الأوروبي مش من تونس، وهذه كذبة. الناس خرجت لأنه لماذا؟ لأنه ما هو ليس هناك جريمة تصفير. وقتاش تولي ثم جريمة في السفر؟ وقت الدولة تساعد القصر دون موجب قانوني باش يخرجوا، ونحن الحمد لله ما شفنا حتى شكاية قدمت في هذا الغرض ولا جاء قاصر كرم خلاوني. هل أنه إنسان معناها في كامل وعي وإنسان عنده أهلية ويجي مسافر تقول له وين ماشي وعلاش ماشي وكيفاش ماشي؟ أقصى ما يمكن أن يفعل عملوا سي علي العريض اللي وزير داخلية وعملوا حتى واحد اللي هو حتى ال 35 سنة وقت اللي عرفوا للطريق إلى بؤر التوتر هي سوريا وصل لل 35 سنة يلزم ضمان أبوي باش من بعد كي يموت لا قدر الله ولا تصير له حاجة ما يجيوش والديه يتهموا، وذاك عليه الوالدين ما اتهموش حتى السلطة السياسية بإخراج أبنائها. هذه حاجة. وكي يخرج واحد عمره 19 سنة تنجم وعندها قانون ساري مفعول. نعم. هل أنه اللي خرجوا خارج القانون؟ لا، خرجوا بالقانون، كل عندهم كل الحرية وينجموا يمشي وين يحبوا ويسافروا وين يحبوا، هم اختاروا باش يسافروا وعندهم مكان يحبوا يسافروا له وسافروا له. نعم. ماهيش جريمة الدولة. وكما قلت لك جميع الوزراء سافروا في وقتهم ناس، وجميع وزارات داخليه في العالم راهو مش في تونس نحكيو، ما نحكيوش على تونس، كلهم انتوما يلي تزمروا وتطبلوا للغرب واللي انتوما قواده عندهم كلهم برا ثبتوا تلقاو الناس. نحن مش هذاك بركه، نحن ناس جات من فرنسا وارتكبت جرائم. مانا نحن اشكينا بالدوله الفرنسويه، قلنا علاش تبعث لنا في ابو بكر الحكيم وعلاش ما تعلمش اللي هو ارهابي؟ ما شكيناش لانه عنده حق السفر، خرج لتونس جاء قام عمليه. الدولة الفرنسية نحن نقولوا ما عندهاش حتى مشكلة. نعم. وما عندهاش جريمة في الغرب، ولو كانت تسفير جريمة لحكمت الدولة الفرنسوية، لأنه
الجرائم اللي يقوم والدولة الجزائرية زاد، لأنه اللي قاعدين يجيونا نحن نقوم بعملات إرهابية يدخلوا من الجزائر، ولو أنه كانت هناك سلامة لكلنا رأي الدولة الجزائرية هي اللي قامت بها المخابرات العسكرية، واللي الأبحاث سملتهم في الجرائم القتل، واللي الناس فهمت النهضة وتعرف اللي المخابرات العسكرية ضالعة في اغتيال المرحوم شكري بالعيد والمرحوم الإبراهيمي. وقت جاء حب يتكلم السي فوزي بن مراد الله يرحمه اغتيل وقتل من طرف الزبانية متاع واللي تاجر دم شكري، اغتيل لأنه كان المخابرات العسكرية ضالعة والنهضة ما عندها حتى مسؤولية سياسية. مخابرات عسكرية أجنبية تقصد؟ الأجنبية والجزائرية هي اللي ضالعة. وقت فوزي بن مراد ونرجع الخطاب وكان المخابرات العسكرية والنهضة ليس لها أي دور. بن مراد قال مخابرات عسكرية دولة أجنبية، أنا حضرت النظرية. الدولة الجزائرية انشبتها الدولة الجزائرية، واللي جاء من فرنسا ودخل وموجود في المحضر، اللي هو انتقل إلى الجزائر ثم دخل وقام بعملية اغتيال. طيب. معناها بلا كذب كلهم، وقت اللي خرجت عرفوها المابشي مسهم، خرجت البرامي وقالت مرت البرامي اللي تمشي وعملت هي العمليات الكل والتسيير الكل صار منهم هما في سوريا. قالت أنا نقول الحمد لله أنا ما تمشي النهضة ولكن عندها مسؤولية سياسية. هي ثبتونا ثم فرق ما بين المسؤولية السياسية وما بين المسؤولية الجنائية، كلهم من فضلكم يزيب. وراه كيما أبدينا، وأنا انصحت كل قيادات النهضة ونصحت كل مسؤولين خاطر ذوما الناس متاع الشمس مواكب التحفظ ما يجيش معاها، يلزم يخرج في كل تهمة يواجهها ويواجههم بالحقيقة ويعطيهم الصحيح ويعطي البنغربية اللي خلنا نعرف شكون قتل شكري بالعيد واللي كان راني هبل ومهبول. أنا نبهت في الشعب التونسي وفي الإعلام كيفاش يجيب واحد معتوه ويحطه إعلامي. ما قلت اللي ناقص الأهلية ما ينجمش يشد وظيفة، كيما حطوا معتوه في القصر في قصر كارتاج يكذب على العباد. نحاول نتحفظ. أستاذ بشر، أنت محامي وعندكم القدرة الكبيرة أنكم قادرين تعبروا وتوصلوا الفكرة سواء تعلق بالصحفيين الإعلاميين ولا رئيس الجمهورية، لكن باختصار قبل أن أعيد الكلمة للدكتور خديدي، أنت كمحامي تعرف أن النيابة العمومية لا تحيل ملف متاعها ومتعهد به الفرقة مقاومة الجرائم إلا ثم بداية حجة. هل تتصور اللي عملته فاطمة مسدي كل تخضريت؟ كيف فاطمة مسدي ما عملته هي كذا قاعدة عمليات قاعدة تخدم كله تخضريت؟ الأب يعطيني من واحد مش يعمل جريمة، هل أنه فاطمة المسدي ساعة نحب نعرف ونحب نبين الجمهور، هل أنه فاطمة المسدي عندها متضرر من صفر؟ أنا نعرف اللي نعرف ولا نصلي هي لعائلتهم لا القرب منها. أعطيني شكون مشى ومشى جاهد في سوريا من عائلتها وتضرر وبكيت عليه وندبت ولد أختي ولا ولد عمي ولا ولد خالي وجاتكم شكاية؟ هل أنه عندها الصفة للقيام بالشكاية؟ هي كانت نائب شعب، كل شيء ما عندهاش الحق. الشكاية ايش يقول لك؟ المتضرر مباشرة من الفعل هو اللي يشكي. شنو صفتها هي باش تشكي؟ ما هي صفتها؟ المضمون المضمون تعطينا على الأقل تعطينا بداية حجة تكون تضرر وتعطينا بداية حجة تقول ها راهو الشخص هذا راه خاطبوا القاصر ولا فلان الفلاني وراهم هما اللي هزوه وقصوا له التذكرة وبعثوه لفلان. اعطيني كان جات ثم حاجة، لماذا أسأل بحث البداية اللي داخل بحث البداية واللي حاول ينقل وعذب ومشكيه به بالأسماء عن المحاضر وبوزير الداخلية وبرئيس الجمهورية في تعذيب الأشخاص؟ وهذه جريمة لا تسقط مرور الزمن. والله لما نعذبوهم العاد يدخلوها للأوروب، والله العاد يدخلوا لا يتحركوا العالم ولا ما يقعدوا غادي في تونس يهربوا الإمارات ولا السعودية ولا الجزائر، لأنه ما قاموا به هي جرائم. لأنه وقت أنت تبدأ عندك جريمة إرهابية، نعم، المفروض أول والمحامين شاهدين السؤال يكون حول هالعملية الإرهابية. أعطيني سؤال وحيد سؤال للمنوبين، أنا نعتبرهم منوبية الله غالب، معناها ما شد عليهم كانوا قوي وبس الناس ما نتكلم توا، لأنه قيس سعيد يعرفني أنا من أخطر ما تم في تونس في المحاماة وفي القضاء ويعرف، وذاك عليه حط علي أنا الأول، ولكنه ستدور الدوائر ونخدمه من كل موقع ومن كل بلاصة. أعطيني سؤال وحيد سألوا البحث البداية على الجريمة المقترفة والمنسوبة للمنوبين. نعم. لا بس جاء حب يكون جرائم، اشكون دخلت اشكون اختمت هاو الخطاب الفلاني هاو فلان
هاو فلتان، وذاك يمثل الفشل نتاعهم، فشل النيابة العمومية اللي هي ما تنجمش تجي حتى شافش، لأنه تخدم في ايديولوجيا حنان ذيك، وسيحاسبها التاريخ والقانون. ولكن هناك قضاء أخذاء زمام الأمور والحمد لله، والقضاء راه ما ينجمش يشد ويقيس، لأنه سانس بالاستقلالية وبالحرية ومعاشها كانت بعد الثورة. سنواصل في هذا الموضوع دكتور أحمد. حتى نرجع على تصريحات عماد الخميري نادي خراسان باسم النهضة، يقول إن الغاية من الملف هو التنكيل والتشويه لقادة بارزون أو لقادة بارزين مناهضين للانقلاب وإخماد الأصوات الحرة وتدشين أدوات الخوف والتورية على غرار لفت الأنظار عن البؤس الاجتماعي الذي يعيشه الشعب. نفس الشيء نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني يقول راه كله تغطية على الوضع المعيشي. أنت كمتابع دقيق للوضع، ما في شك، هو قال الطبوبي من شوية ربما أنت تعرج عليها بعد، قال هذه السلع اللي غابت على الأسواق هي البضاعات، السلع الحيوية الأساسية والمدعمة نعم تشرب هذه الدولة التموينية، باش وقت اللي ترجع يشريها المواطن بأي ثمن. وهي هذه هي تكتيك نتاع الأعوان نتاع صندوق النقد الدولي والمحكمة الدولية، وتنصح بها بعض الدول اللي مش تهزهم في تيار التنازلات ورفع الدعم وإلغاء كل توظيف وعدم الزيادة إلى آخره من إجراءات صندوق النقد الدولي اللي أحدثت ثورات في مصر وفي أندونيسيا وفي نيجيريا، اسمها ثورات صندوق النقد الدولي. إحنا ماشيين في هذا مع الأسف. نرجع بالله لنقطة قانونية، هي ما فماش جريمة إلا بفصل فصل قانون، وكما قال بشر ويقول أي قانون يعرف أحمد نجيب الشابي، ما فماش جريمة اسمها التسفير. تسفير شنو؟ لمن وعلاش وكيفاش نمنحها حتى لو كان شفتها؟ هو الناس تعتقد اللي وتعرف هي نظام بشار الأسد يعني كان جزار شعبه ونكل بشعبه وعذبه، وثورة شعبية سلمية ما فيها حتى شيء جعل منها يعني مصدرة دموية، هذا الكل يعرفوه. توانا لو كان جيت صغير فك الوقت ذاك شوية وعندي كذا، أنا حتى مشيت أنا لسوريا. أنت كنت ستسافر لتخطب وتقول كلمة والحكمة، أنت صحافي ماكش جيز السلاح اللي يهمني إيه؟ ساعات سفير خلينا في مشكلة التسفير الآن. ما يحدث الآن في شواطئ المتوسط، الأرقام المرعبة اللي أفصحت عنها وزارة الداخلية إيطاليا والمرصد التونسي أعتقد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقريبا 12,000 على حدود بلغاريا وصربيا. أليس التسفير هذا اللي يقع الآن الدخل معنا مش جريمة؟ هذا أخطر مما وقع، هذه جريمة كبيرة. شكون مسؤول على 13,000 اللي وصلوا؟ منهم 2,700 طفل صغير، 4,680 امراه، والاخرين الكل شباب ورجال ومن احسن كفاءات تونس. ولات الناس السقف 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 يوميا في تونس باعترافهم هما باعتراف السلطه الامر الواقع، كل يوم حوالي 35 سقف يخرجوا، كل يوم يوصلوا منهم تقريبا 30-29، الاخرين يغرقوا ويموتوا. وتوا اليمين المتطرف وصل السلطه توا في ايطاليا، نعم اليوم اللي شدوا رواحهم توا. هي هذه الفاشيه هذه اللي وصلت، هذه ميلوني جورجيا ميلوني نعم هددت حتى باغراق المراكب، خصمونا بس احنا نستقبل. وهذا تحدي اخر دكتور، هنا تحدي اللي هو اللي يسمح ب تسفير الناس، لأن ما فماش شغل. وينه القانون 38 اللي عملته العشرية اللي يقولوا هما سودة؟ هي لا سودة لا بيضة لا رمادية لا حتى شيء، فيها انتقاد ديمقراطي ما نجحش، لأن كانوا متسامحين وتنازلوا عن ثوابتهم إلى آخره، ما نقولش نعدد في الهموم الجامدة اللي وقعت في 10 سنين، لكن ما كانش لا سودة ولا حتى شيء، ما عندهاش لون، كان انتقاد ديمقراطي، وهذا صعب في جميع الثورات يقع صعب. أما مشو نلغي الدولة اللي كانت قائمة وأسعار كانت موجودة في متناول الناس والأمن كان نسبيا متوفر، باش نعالجه بلا دولة، لا دولة لا قانون لا دستور لا زيت
لا سطر، لا دستور ولا قانون. لكن كيفاش هذا؟ كيفاش دولة تمشي هكا؟ ها السيد رئيس الجمهورية اليوم يا دكتور، السيد رئيس الجمهورية اليوم نعم. استقبل نعم. رئيس الحكومة، وخلينا نقرأ بلاغ من صفحة رئيس الجمهورية، خاطر ثم شو يقول مش سيد رئيس الجمهورية مش ليه، ها واش قال بالضبط؟ لا ليه. وشدد رئيس الجمهورية على مسألة تأمين تزويد الأسواق بالسلع والتصدي للمحتكرين والتجاوزات التي تحصل وتبقى بدون جزاء، وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الضغط على توريد المواد الكمالية للحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان. واستغرب قال لك معناتها كيفاش نوردوا في مواد التجميل من دور العطور الأجنبية وتوجد تفرض وقتها العملة الصعبة، في حين المواطنين يشكون في أغلبهم الحد الأدنى من ضرورة الحياة. وأنا أحيل الكلمة لأستاذ بشر، سيد الجمهورية متقلق على الوضع المزري وعلى اللوبيات اللي تورد في العطور والشعب جعان. هنسمعوك سمع مقطع من الجمهورية مقطع على الفقر. لحظة 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 الله ينورك، أعطينا مقطع إذا ممكن، إذا كان جاهز رئيس الجمهورية وقت ينبه على أهل الثراء الفاحش. أعطينا ونقولها ونزيد نقولها مرة أخرى، راني زاد في الدنيا ما تعنينيش لا أموال ولا قصور ولا لا، تعنيني تونس أمانة في رقبتي، ويعنيني البائس الفقير. سمعنا يا أولاد في بوزيان ولا يقول لك ناكل وجبة واحدة في النهار وشوف يخلط عليها ولا ما يخلطش، والآخر في عشاء، ومش لازم نذكر شو اللي معه العشاء، يخرج بزوز ملاين وزوز ملاين ونص، والآخر عنده وجبة واحدة، ويقول لك إن حب نحقق أهداف الثورة في العدالة والكرامة. أنت تحقق في أهداف الثورة، أنت سطوت على الثورة، أنت سطوت على الثورة وليس تحقق أهداف الثورة. يستغرب رئيس الجمهورية يقول لك هالمجرمة اللوبيات تتعشى بزملين، ومواطن في بوزيان وكل مناطق يتعشى وجبة واحدة، معقول هذا؟ يعني يحارب في اللوبيات هو؟ على الأقل أنا كله مسالم الكذاب، وكله على الأقل الناس اللي تتعشى بزملين من تعبها ومن شقاها وتعبت عليه، أما هو يتعشى بأموال الشعب. ها وشفناه كيف جاء القصر، كيف جاء جيعان، كان ببونتا كريستال يتكيف في بونتا كريستال في القهوه نهار كامل، وقف في ساعه من القهوه القهوه، لا يعرف دوله ولا عنده دوله ولا، وكانه خرج من القبر. كل التوانسه شوفوه كيفاش جاء رئيس كانه خارج من القبر سكولات. استاذ استاذ الله ينورك الله ينورك، وشوفوه وشوفوه تو كيفاش. اسمح لي ساعطيك كلمه، ليس في الغناء مفخرة وفي الفقر خلينا نعطيك بالحم وأكتاف الشعب التونسي. يا شباب مليار كله يزيب لكذب على الشعب التونسي، كله راك تكذب عليه. ماذا حققت له ثلاثة سنوات يزيب لكذب كله؟ وانت ها ثلاثة سنوات صلبت الكل في يدك، وحرمت الدولة التونسية والشعب التونسي من الديمقراطية من الحرية، ولكن فوق ذلك حرمتهم من قوتهم اليومي وجوعتهم، والناس ما وصلتش على كيلو سكر تتعارك، وما وصلتش على لتر زيت تتعارك، وما وصلتش على الفارينة تتعارك. ولو أنه كله أنت وجماعتك كل جماعة الفارينة، الكلكم جماعة الفارينة وستحاسبون، ولكن كله يا جعان يلي جيت ما عندك العلاقات لا تعرف دولة، هاي رجال الدولة اليوم هاو علي العرايض أعطاك درس، اللي أنت تحب تضرب كل اللي فوق سينار ديتاك قاعد تحاسب فيهم الناس والرجال اللي خدمة الدولة، ولكن نقول لك اللي جايك نهار، وحتى الاحتجاجات المفتعلة اللي قاعد تعمل فيها هكاية شوية من هنا قاعد تفش في الغضب في المنيه لو شوية كذا في ناس مدفوعة الأجر، وشفنا النقابات هم قروا قال لك نحن اللي عملنا الانقلاب ونحن اللي حرقنا، تو يقولوا غدوة نحن اللي حرقنا مقرة النهضة ونحن اللي عملنا الضجة على أساس الشعب التونسي غضب. هذا كله باش تفضح فيه إن شاء الله، وسنعيد للشعب التونسي كرامته وعزته. وراو قاعد الاحتكار اللي تعمل فيه، ما ثماش احتكار يا شعب التونسي، ما ثم حتى احتكار، ثم طريقة ممنهجة لرفع الدعم. أنت هك شفت الناس تتعارك على كيلو سكر بـ2000 فرنك، وقت يبدأ وجود سكر تشريه هو شعمه يفقد المواد الأساسية من الدول ومن البلدان ومن ما يعطيهاش،
غدوة وقت يبدأ مفقود الماء ومفقود السكر ومفقود الدجاج ومفقود اللحم، وقت يرجع ومفقود الصوص، كي يرجع بأي ثمن يشتريه المواطن البسيط، يقول لك المفروض هذا المهم موجود. هذه الطريقة، وأنت قاعد تكتب في الشيء ذا مع الاتحاد الشغل العميل، قيادات اتحاد الشغل العميلة اللي قاعدة ترفع في الدعم الشعب التونسي وقاعدة تسالك فيه، ولكن الشعب وقت بشيخرج عليكم الكل إن شاء الله. مهم دائما أستاذ بشر نسب دائما نبتعد عن الأحكام الإطلاقية ربما يكون أهم. دكتور أحمد، ما نقولوش تسريب هي مصادر معذرة أستاذ بشر، سأرجع لك الكلمة فقط الله ينورك. نحاول درجة حرارة الاستوديو 21 درجة، نحاول نتناول المواضيع بكل هدوء، نوصل المعلومة اللي همنا المعلومة للمشاهد. أستاذ أحمد القديدي، ما نقولوش تسريبات، ولكن ما كشف عنه المرصد الوطني للصفقات العمومية، تعرف أنه في القانون أعتقد بتاع 2014 تم أمر كل صفقة أكثر من 4 مليار تتعدى على المرصد هذا. الأرقام اللي بتاع الكوجينة بتاع الرئاسة، هم نعطيك الأرقام نستورى عنكم الأرقام سيدة المشاهدين موجودة الآن، معناتها مش مسألة تسريب معلومة سرية ولا جهاز سري ولا غرفة ظلمة، لا، هذا معلومات تاع رئاسة الحكومة. المرصد الوطني للصفقات العمومية هو تابع رئاسة الحكومة، ومعناتها وعروها للمشاهدين والمواطنين شوفوا على الإنترنت. 100 مليار و141 مليون و220 دينار صرف لحوم حمراء، مش عارفين اخي برشني والا علو شلون ثبتوا ربما هي. ثم مياه معدنيه 266 مليون، سمك مجمد نوع ورقه 112 مليون، 144 مليون قاروص، لحوم بيضة حتى الدجاج 609 مليون، مليون هذا، والبيض الطازج 137 مليون، الزيوت 215 مليون، حليب مشتقات 288 مليون، الخضر والغلال والبطاطا، وكأنه البطاطا مش عارف منها وكأنها حشرات، ما خضر وغلال 388 مليون. ها نشوف الصور. ودكتور مقارنة، احنا انا مشيش القصر وما نعرفش الكوجينة انت القصر، اما فقط اللي بيناتنا بس سادة مشاهدين نوضحه، ها نعمل مقارنة من نفس المصدر نفس المرجع المرصد الوطني للصفقات العمومية عام 19 و2000، هتشوف فيها سمحوني على اليمين 22 مارس 2019، خاطر هو يعمل طلبية متاع عام كامل تقريبا، عام كامل لكن كل مرة أجزاء بطبيعة، كل مرة يأخذوا بارتي منها جزء منها سمحوني. به أرجع للمقارنة ما بين 19 و2000، ولهنا عندنا الأرقام كنت نسرد فيها منذ قليل راهي بتاريخ سامحوني 26 أوت، يعني شهر التالي. هاونا سيدي الفارق، انتقل الميزانية باش ما يقولوش الناس راهو القصر فيه برشا ميزانيات مش عارف شنو تقولي فيه جزرنا، 182 مليون و 234 ألف، ولوا مليار و 141 مليون. يا سيد أحمد، نعم، مقارنة بسيطة، أجرة الموظف التونسي مش من عام 19 مقارنوها ب 22، كنا قارنوها حتى عام 2010 التو ما ضعفتش، في حين هذا تعرف الزيادة قديش هذه؟ 500%، راهي مش 40 مش 50 يا تونسي، مش 100% مش 200 مليون، 500%. اشنو دخلنا قارة جديدة ولا تابعة ولايات تابعة لقصر الرئاسة؟ نحبوا نفهموا، مش فاهمين احنا بالحق، نحبوا شنو المصروف هذا كله؟ رجل كي شفت رجل يا حسين، كي شفت القائمة نلقى فيها بلشي انا غالط ما نعرفش، لا لا نحن حوالي 400 ألف دينار، معناها 400 مليون عطورات، عطورات مش داخله في 450 مليون. اي 450 مليون، ايوه، باش الواحد يفوح حتى ولا ما نعرفش من الخارج بلش عطورات ولا اشياء مذهله، لان الميزانيه من 19 ميزانيه الرئاسه الى اليوم زادت مليار، مش زادت 500%، 500%، نعم 500%، نعم، اشياء غريبه الحقيقه. وهو اليوم في الكلمه نتاعو للسيده نجله لما حكى قال هذه مناورات، والمناورات مستفيدين منها اللي هو يعرفهم، قال انا نعرفهم اللي يعملوا في المناورات ويجلبوا في الراي العام
لفائدتهم بالمناورات. الحمد لله ما قالش بالأتافيب على خاطر هذه فاتورات منشورة. مش فاتورة هي سيد أحمد، فقط هي طلبية. نعم. هي طلبية. كيف كيف؟ فاتورة تجي لاحق، هذه طلبية العام الجاي. بعد التسليم، بعد التسليم مش تولي فاتورات. نعم. واضح. وهذاك أخطر من الفاتورة، هذاك الطلب. هذا طلب واستقر عليه، استقرت عليه طلبية. استقرت عليه الطلبية. نعم. وكشفتها المنظمة اللي قلت عليها أنت. مش منظمة، مرصد، مرصد تبع رئيس الحكومة. مرصد في باب العسل. أيوة في باب العسل اللي تعرف البقعة. نعرفها بالمكتب. نعم. هذه أمور الحقيقة عمرنا ما عشناها. ما نعرفش من وقت بورقيبة، الوقت بن علي، الوقت للعشرية، التوى مريناش هذا الحقيقة. وتستحق توضيح في بقعة، باش تستحق سبان. توضيح، توضيح. وش هو بياكلوا في اللحم ايش بيه؟ خليه ياكلوا. بالشفاليه سيدي. وخليه ياكلوا اللحم خير من الغنوشي. والله. خير من الغنوشي وخير من العريض وخير من كذا. وبالله سامحني نسيت حاجة في لحظة ثواني. نعم. أقف إجلالا وأترحم على زميلي وصديقي في جماعة قطر لمدة 18 سنة. الشيخ العلامة فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي الذي وفاه الأجل اليوم الله يرحمه. كان عالم من العلماء المستنيرين وسبان في بعض مواقع لا يشرف التوانسة أو الشباب الغفلين مثل مساكين. يرحمه الله برحمته الواسعة إن شاء الله. الله يرحمه إن شاء الله. ونعم. نعم. الخلاصة سيدي إيه فضلك الكلمة أستاذنا. نعم. عندك إضافة دكتور؟ أنا قلت لك نعيش في وضعية خارج القانون، من جملتهم الأمور هذه بتاع الحم والحاجات المفقودة في السوق هي موجودة والطلب فيها مش يتم. هذه تستحق الحقيقة وخذات سمعة كبيرة حتى في تلفزيونات العالم. نعم. لأن الناس بتشبه ربما أكثر من نحن التوانسة. إحنا أنا استنسنا من 25 جويلية 2021 توا شفنا العسب، شفنا فاطمة المسدي التي تتحول إلى نيابة عامة وإلى وكالة جمهورية وحدها. امرأة بسيطة محدودة مسكينة، ما عندهاش إلا فصول قانون، لا متهمين، لا شكون شكالها. هذه أشياء عجيبة. والصحف ولا زادة كيف كيف تأخذ صحف في الصفحة الأولى يخرجوا أن هذا متهم وهذا إرهابي، كما كان اللي رفضوا البرلمان وقتها كما يقولوا الجملاء، يا إرهاب يا سفاح يا قتل الأرواح في وسط البرلمان. دور الإعلام يغطي لكن ما يطلقش إحكام قبل، طالما أن الملف على الأقل في يد القضاء. إيه أستاذ بشر، إحنا نحب نستفسر بالحق سؤالنا والمشاهدين. مش عارف يا أخي في القصر ثم يا جماعة بسم الله اللي ياكلوا شيء ترانت هذه، خاطر الرئيس معروف ولد الشعب ودي النيلة وبحذاه دوار هيشر إجواع البارح. عدينا صور من البصيرات يعيطوا البارح على غلاء المعيشة، نساء في دوار هيشر البارح، ومش البارح سامحوني، نهار مساء الجمعة، زواولة مش لاقين كيلو سكر، وهالمصروف هذا بتاع هذا الرجل الزاهد يلزم تفسير. هو ما التفسير كونه قيس سعيد شخص كذاب يكذب على الشعب التونسي وقاعد عايش بمأساة الشعب التونسي ويتاجر في دم الشعب التونسي. وثم صورة وحيدة ممكن نصدقوا فيها إذا يقول الله غالب، راهو عندي ضياف في القصر اللي هما المخابرات المصرية الإماراتية، راهم عايشين معايا في القصر وهما اللي قايدين يقودوا في الانقلاب هذايا وهما اللي قاعدين يحكموا فيا. والله غالب ما نجمش، وأنا معناها تونسي وتونس كرام، ما نجمش نجيبهم يقودوا معايا الانقلاب وما نوكلهمش وما نعشيهمش. والله غالب أما يعطينا الأعداد نتاعهم على الأقل خلنا نعرفوا قداش من واحد نوكلوا فيه مليار ونجموا نستضيفوهم حتى في ديارنا في تونس. وعلاش على كهل الشعب التونسي كل واحد يضيف واحد، خير ما نسرقوا ميزانية الشعب التونسي وفلوس الشعب التونسي ونعطيوهم للعملاء المخابرات المصرية الإماراتية الجزائرية. على كل هي ما زلت هذيك تخمينات برشا فيسبوك. أنا كل هذه التخمينات الوحيدة على خاطر معناها هو علاش يا أستاذ بشر؟ صحيح صحيح جاء جعار عريان
يا استاذ بشر رجاء لكن ولا لاباس وسمن مش في الفقر اسمح لي مش فقر مش فقر ولا احنا نقول فقراء يا استاذ بشر لا الفقراء 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 اصح عباد وارجل عباد واسمن عباد لانهم ياكلوا وياكل عصيده يتقوى ويتعشى ياكل مقرونه بلاش لحم ويتقوى هذا الفقير ماهوش هو العريان القريان العريان القريان هو الجيعان لانه خوذه من عند شبعان اذا جاع ما تاخذهاش من عند جيعان اذا شبع هو جيعان هو كان يتكيف في قهوه في سيجار وفي بوتك للسال جاء كذب على الشعب التونسي نحاله الديمقراطيه نحاله قوته خلاه يسافر في سفن الموت معناه بالالاف وبالمئات قاعد يسافر للموت وهو قاعد يشجع فيه على السفر وحاله الثاني للسفر وكلاله قوته وخلاه يتعارك على كيلو سكر اللي عمره ما صار في تونس في الشعب التونسي يتعارك على كيلو سكر ولا كيلو سمين الحمد لله العشريه السوداء اللي يحكي عليها هي عشريه ورديه وزهراء بعد الشيء هذا الماكينه الاعلاميه خدمت معاه وقاعده تخدم له وقاعده تلوع له في صورته نحن شفنا انا شكول على خطابه اليوم نحن شفنا مثال بسيط الاخ حمادي الجبالي ربي يذكره بالخير ان شاء الله غلطت غلطه قال وين الحكومه هذا رئيس جمهوريه يحكي لرئيس الحكومه ويسأل فيها هو رئيس جمهورية وسيد السلطات كل ورئيس الحكومة هي صانع عنده ويكذب على الشعب ويبين لها لا ما يلزمش انت رأو رئيس الدولة وانت اللي تحكم ورئيس الحكومة ولات ما عادش عندها حتى قيمة فتكذب معناها وين الحكومة مش عملت لنا وقت قالها سي حمادي في خطأ الإعلام الكل تجند وعملوا فيه اللي ما يتعملش وين هو إعلام العار تو وين هو وقت رئيس جمهورية كل وين الحكومة اليوم رئيس جمهورية تعرف سكال وين الحكومة وين الدولة انت استعمل من غير استقيل واعمل انتخابات رئاسية مبكرة لأنك غير قادر على إدارة المرحلة إذا الاحتكار عندك ثلاثة سنين ما قاومتوش الفقر عندك ثلاثة سنين ما قاومتوش الجوع عندك ثلاثة سنين ما قاومتوش ونحيت ثلاث شرفاء ورجال وأرجل منك وأنظف منك ونحيتهم لي بس تعطي المزايا ذي للشعب وتعطي العمل للشعب وتعطي الماكلة أنا يا كذاب أعطيني واحد يا أستاذ يا أستاذنا بشر الله ينورك الله ينورك أعطيني واحد عندك القدرة يا أستاذ بشر الله ينورك أنا في أجواء مباشر كذاب راي كذاب راي كذاب راي صفة وراي لغة قانونية وراي الكذب قلها ولا تصفها يا أستاذ بشر قل فعلك اسمح لي رجع مباشرا كل واحد بكذا اسمح لي عاد قل وعد بكذا وفعل بكذا من وعد ولم يفي هو كذاب هذه صفة قانونية وإذا نسبت أمور غير حقيقية أعطيني أنا توجيب له اللي حكاه واللي عمله اللي قالوا على أنصار الشريعة وقال رأي جريمة وتولى يتهم في العباد اللي صنفت تو نعطيه كلمة بتاعه كل هو شخص كذاب مريض نفسي يا أستاذ يا أستاذ يقود فيه تقود فيه جهات أجنبية هو غير قادر على إدارة تونس ثم جهات اللي يوكل فيها في الحم بفلوس الشعب التونسي وبدمه وقاعد يستغلوا فيه باش ينتقم من الشعب التونسي يا الشعب التونسي راهم قاعدين ينتقموا منكم ما همش قاعدين ينتقموا من الطبقة السياسية ولا من العشرية السوداء قاعدين ينتقموا من الشعب التونسي لأنه تشوف أنت الطبقات السياسية واللي خدمتكم واللي عاونتكم راهم ما عندهم حتى شك في كونهم أخطأوا في معناها في إدارة المرحلة لكن هو هذا موش قاعد ينتقم لكم من الأشخاص هذي قاعد ينتقم منكم انتوما كشعب عمل معجزة عمل ثورة اللي يحبوا ينحيوها من البلاد وسيعمل ثورة أخرى وراء كل محاولات لإخماد الثورة اللي جاية في تونس وراء ما يشتنجح وراك قاعدة تحل سفنية لثورة جديدة وبشكون فيها الشعب هو الفائز مش السياسيين طيب. الشعب طيب وصلت الفكرة أستاذ بشر احنا دائما في المباشر دائما أولا خلينا نسجل تحفظي على كلام المخابرات العسكرية ناخذها بتحفظ انت رأيك احنا ناخذها بتحفظ على الأقل دوري باش نتحفظ على كلام هذا لكن هو سؤال مهم يا سي دكتور أحمد كما شفنا أسعار اللحوم الحمراء والواحد ثم 659 مليون مواد اللف وأواني الأكل ذات استعمال واحد بالحق متها هذا مدعاة السؤال طيب الواحد سمحك يأخذ مش عارف أنا أي حاجة مش يهز ماكلة 20,000 ظهر لك السعر متاع المواد اللف
ما تفوتش دينار. هذه 660 مليون كان مواد لف. هل شوف فيها الصورة؟ معناتها نص تقريبا المصروف نتاع مليار الحم هذيك. ايش يكون هذا؟ طور الرئيس سمحني تميك اسمحني ونفترضوا ضيوفه مش ياكلوا في مواد لف، مو ياكلوا على الاقل في سيربيس، ياكلوا يعني بمربي في الطول مضخمه نتاعك الوي 14 ولا شو اسمه ولا 16 يوكل فيهم في بلاستيك. السؤال هذا مهم. هو مهم وفما شكون جاوب عليه، لكن بطرق طبعا حبوا توضيح تخمين توضيح تخمين وتوضيح. انا التوضيح هذاك مقبول عقليا. انت تعرف هذه مواد اللفه هذه اللي يحطوا فيها الاكل نعم وتتعطى ماشي في مواد نحاس ولا فرفوري جتابل ولا سلك واحد هذه ايوه جتابل والومنيوم اغلبها الومنيوم صحيه تحط فيها الماكله وتغطيها وتقعد سخونه الماكله. فما شكون قال هذوما يتوزعوا على بعض انصار البرة ويمشي في القصر ما عندهم حتى صيله بالقصر. لا لا هما هذوما جماعه الحسد و لعل يوكل في المساكين والزواوله. اي ما هم مساكين حتى جماعه الحشد مساكين لو مش عندهم ولو يوليوا ويعزلوا في البلاد ولو مش يعملوا لجان يقظه. الناس غافله مش فاهمه. لجان يقظه هي نفس الاسم اللي عملوا بورقيبه في سقيفه الظلام باش اقضى بيه على اليوسفيين وعلى البيات وعلى اعداء الكل. يكون السيد رئيس الجمهوريه عامل جمعيه خيريه، عامل جمعيه خيريه يوقف الزواوله. ممكن هي شبيهة بهذه راهو، أما ما نظنش كان يوكل الزواولة لأن ما فماش زوالي قال أني تليت خرج لي النصيب من القصر ما فماش. أما تلقى جماعة هذوما نتاع الحسد وهم زادة فقراء وربما تصح فيهم الصدقة يخرج لهم الزكاة هذه ما نعرفش الزكاة يخرج لهم القاروص لا هي طبعا زكاة أعيانات مش زكاة نتاع هي الزوالي يعطيه مشروع هو المشاريع اللي عملها يا سيدي نيته طيبة نيته طيبة لكن المشاريع متاعك المجرمة اللي مش يمشوا البوزيد ومشوا القفصة وكل ما مشوش دعم يوكل فيه بعضهم. أنا ما عنديش تفسير صراحة من غير ما نتهم حد وأنا ما نشي ضده إن شاء الله توضح رئيس الجمهورية أنا لاحظ بركة لاحظ بركة نشوف كما يشوفوا الناس. وانا نعتقد اللي البديل اللي انا نحضر فيه وحضرته من عام 19 وحضرته بديل لسلطه تعيد هيبه الدوله واركان الدوله المدنيه وتعيد الدستور والعمل بالقانون. هذا الكل نحضر فيه في بديل. انت عندك حراك دكتوره، عندك حراك مستقل جديد، حراك سياسي. انا حراك سياسي وتشاورت فيه مع شخصيات كبيره مع رؤساء حكومات ومع وزراء ومع مثقفين في الداخل وفي الخارج لإعداد بديل لأن حان الوقت الآن. الناس يقول تزيني من التشخيص أو الناس كل ما تبقى في التشخيص نعم اللي الشعب جيعان ويأكل من الزبلة ويلقط في الدبابس وكذا وأغربوا حتى باعترافهم هما وباعتراف منظمة الأمم المتحدة وباعتراف البنك الدولي. الفقراء زادوا 23% في ظرف العام الأخير هذا العام اللي يقولوا هما العام الأخضر. نعم هو لقينا سودة وهذا عام أخضر زادت فيه الهجرة زاد فيه الفقر زاد فيه الجوع. وهنم يعيطوا البارح في المظاهرات اللي خرجت دور هيسر زاد الجوع والفقر إيه؟ في دور هيسر وفي مرناق وفي بعض بقايا. يا شعب يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع وهي صريحة وتعيط يا بابا يا أمي. ما عادش تصريح ما عادش تصريح ما صار سيد أحمد ما عادش المشكلة وليه نجحت بديل يا حسين تجهيز بديل يقنع الناس وإذا ما أقنعش يسمح إحنا مجرد اجتهاد. هذا المنبر مفتوح لكم دكتور أحمد ليكم وكل الخيرين التوانسة. المنبر هذا راه مفتوح اللي مع النظام وضد النظام واللي ضده وضد المنبر صحيح. مفتوح لكل من يطلب ويتفضل ويطلب حق الرد معتوه مرحبا. فقط ظروفنا عندنا ربي رانا عندنا صحافي وزوز فريجي ما عندناش فريق متكامل إحنا فقراء بمعنى زواولة ما عدناش كل يعمل واحد ضيف ويعمل ستة كورنيكورات ستة ضد واحد ويدعوا التعددية والتنوع وهم واحد جيبوا ضيف ويخرجوه في ساعة من الحصة الأولى ينرفزوه يخرج
ويعمل الستة كلها. ما يخليوش يتكلم. ما يخليوش يتكلم. جيبوا له ستة يسكتوه. ويقول عند التنوع عند التعدد. احنا زواولة. اللي يتفضل مرحبا. نعم. اللي يتفضل مرحبا تواجه كل الزواولة. كما الزواولة كل. مرحبا بكم. يعطيك الصحة ايوه. الله ينورك. نرجع نرجع غنعطي كلمة سيد أستاذنا المحامي. المحكمة الدولية الإفريقية. المحكمة الإفريقية طالبت الدولة التونسية بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية وكل مراسيم اللاحقة له. أمرت السعيد بإعادة المسار الديمقراطي لبرلمان البلاد وأمرته بتقديم تقرير كل 6 أشهر حول تقدم إجراءات. امتثال قدمها زميلكم إبراهيم بلغيث، نوجه له تحية من منبر هذا، صديقنا الأستاذ بلغيث. وتونس معروفة هي طرف في البروتوكول ميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب منذ عام 2017 ولا 2007 للأمانة ما عنديش المعلومة الدقيقة، وملتزمة بقراراتها. ساعة خليني بالله نذكر بالنسبة لسي مصعب كبير كنا مبرمجين معاه، تعذر اتصال به إن شاء الله في فرصة قادمة. نرجع لك سيدي أستاذ بشر. السؤال هو الرئيس السعيد أحكام القضاء الإداري بإبطال مفعول الأمر الإعفاء 48 قاضي مجهول التحية والدعم والتضامن قضاء عطاهم قرار غير قابل طعن وعلى جهلهم السيد الرئيس ربي يحفظه بطل اسمه القضائية الحرق القضائية لأول مرة مش يسمع بالإفريقة هو يدخلوا فينا هم يدخلوا فيه معنا. هو كما قلت ساعة تحية شكر لزميلي وصديقي إبراهيم بلغيث، وانا تحدثت معه وشكرته في المباشر الواحد وكذا، كانت بادرة طيبة ياسر منه ومجهود يشكر فيحمد. كما قلت معناها وقتي هذا الشخص المعتوه اللي يحكم فيه ما امتثلش احكام قضائية توصية. كيفاش الرئيس الرئيس نعم الرئيس المعتوه كذا هو رئيس انا انتخبناه ما فقد الشرعية من 25 جويلية لأنه انقلب على الحكم وعلى هيئة الحكم وأنا عملت به شكاية في الانقلاب على الدولة وفي في عدم شرعيته. عملت قضية وعملت قضية اللي هو ووزارته كل المؤقتة ذيك مش مؤقتة، هي الوزارة الغير شرعية وزارة الكل غير شرعي وقراراتهم غير ملزمة للشعب التونسي والتونسيين منذ 25 جويلية. وهذا الحكم هذا إن شاء الله كي يوفى موجباته القانونية باش يولي موجب للدول الأوروبية وباش نقوموا بعديد الشكايات باش التعهدات اللي تقوم بها الفمي البنك الدولي واللي يقوموا بها الدول فرنسا يعني في فرنسا ويسمعوا فيه الفرنسيس وألمانيا وإنجلترا وأمريكا أي واحد يعطي لتونس من ليه في عهد الانقلاب هذا راه الدولة التونسية الشعب التونسي لا يتعهد بهالقروض هذه كما كان يتعهد بنوابه المنتخبين شرعي. هذا واضح نعرفوا اللي المعتوه هذا مش باش يمتثل. ثم واحد معتوه يجي يقول انا راني المحكمة نحاتي خاطر هو بداية تعرفش معناه الحكم المحكمة معناها ما عادش عنده شرعية الرئيس لأنه انقلب على الشرعية لأنه انقلب على يد الدستورية. ولهذا هو مش امتثل الحكم ولكن الحكم ستكون له تبعات تبعات دولية. وانت كله ما تحكي كله معلش انا ديما راني ما نجمش ما نقولوش كذا يا استاذنا الله يسامحك يا ما نجمك الله غالب ياسر راهو معناه يكذب اكثر من سطور يكذب اكثر من يتنفس يكذب تقول له انت علاش ماشي للفامي وللدول تاخذ الفلوس ما كنت وحدك ومستقل وعندك وكذا وشكون هذا علاه هو وعد ووعد اسمح لي وعد سعيد الوقت وعد الوقت المديونية وعد بها وعد بها علاه طالب تو يتشحت في البنك الدولي ويتشحت في البنوك ويدوس في الاكتاف باش ياخذ كل وراه الرخص اللي شافه الشعب التونسي في وعدك انت عمره ما شافه في حياته. راهو نترحموا على كل اللي حكمه واللي شدوا الدولة التونسية. راو انت فترة ستكون ان شاء الله قالت ما انه على المستقبل توانسة اتكلم في
مداخل عن الايمان، قال اطمئنوا على المستقبل سيد رئيس الجمهورية. لا مطمئنين على المستقبل، لانه المستقبل مش يكون فيه هو ان شاء الله. لا متهنين على المستقبل، المستقبل مش يكون فيه هو، هذاك عليه متهنين نحن وسي احمد القديدي وكذا ومبادرات وناس تخدم وناس رجال بتواسع والشعب دا يفيق، وفي الاستفتاء مشاو 4% معناها وكل شيء واضح، معناها اللي هو في المستقبل ما عادش هو بدات في الاحتجاجات وبدات في النقابات اللي خدم بها ودار عليه ويعمل في احتجاجات وهميه في عديد الاماكن في تونس هو يصنع فيهم وكذا موالين من جماعه الوطن واحد، رانا فايقين بكم ونهار كي باش يخرج لكم الشعب تو تشوف ما ينساش على اساس ديمقراطيه وحريه وتخلي في المسيرات، رانا تو باش نبدلوا لك السياسه يا قيس، ما عادش نعملوا لك خرجه اخر جمهور النهضه، لانه ما ثم حتى حزب في تونس، لا تلف كرامه سامحوني بالكلمه، ولا طيار ولا حتى ثم حزب واحد اسمه حركه النهضه. حزب واحد صمد واللي باين بالمكشوف اللي هو حزب قاعدي عنده قواعد بطو وقادر على ان يكون هو المدافع على الشرعيه وعلى التواسع على الانقلاب. كلهم ربما قوه جبهه الخلاص في وجود جبهه الخلاص. شوف جبهه الخلاص كشخصيات احترمها جدا ونحترم الشخصيات الكل اللي قامت، نجيب الشابي من ارجل ما تخلق تونس ومناضل وعنده شرعيه ووقف من النهار الاول، ابو احمد القديدي وقف من النهار الاول حمل امامي ما ننساش باش نشكره، وانا معناها كانت لي معه العديد من المنافسات وقت موت شكري بالعيد وقت الجهاز السري وقت كذا، لكنه كان راجل يؤمن بالديمقراطيه يؤمن بالقضاء المستقل يؤمن بالحريه، وذاك عليه انا نحيي من المنبر هذا، انا راني مش سهل باش نحيي واحد نحيي رضا الحاج، نحيي رضا الحاج اليساري اللي يشرف اليسار التونسي والعالمي واللي راجل من رجال اللي خلقتهم تونس، وعلاش نقولوا تونس راهي ولاده ولكل نعطيه لكل ذي حق حقه. نعم راهو الناس الطباله اللي طبلت قيس سعيد واللي تتوهم كونه قيس سعيد سيستمر وقاعد يعمل في المخادعات، راهو الشعب التونسي باش يخرج وراي النهضه، ونحن كان ثم حزب اخر معناها ينفي اللي نقول فيه خلي يعمل تحرك ونحن نجي وراه، خلي يعمل تحرك مش كل مره نحن كل مره نسكتوا. نحن اليوم علي العريف الخطاب اللي عمله اثبت انه رجل دوله وانه رجل المسؤوليه وانه في وقت من الاوقات حمى الشعب التونسي وحمى تونس بالقرارات اللي اتخذها، باش يجي عباد تكتب فيسبوك ولا تكتب كذا لازيسات، للعلم راهو لازيسات من قبل وراهي موجوده في فرنسا وفي بلجيكا وفي المانيا، لازيسات ماهيش منع من السفر، برشا جهله يعتبروها منع من السفر ونتحداها، لازيسات هي تثبت قبل السفر، لكن ما هو الامل يزيد فيه ويزيد، هو الذي ساد يوقف الشخص المشتبه به يبدا اسمه موجود على الحاسوب في الداخليه فيثبتوا فيه يتعطل شويه وبعد يسافر، لكن نحن ولا عاملينه منع من السفر والامر قاعد يمنع راهو غير قانوني، المنع من السفر وتحجير السفر هو اليه خاصه بالقضاء، لا احد سواه يمكن ان يحجر السفر على شخص ما وينحيله حريته في إلا بأمر قضائي. قبل ما نمشوا ولهذا سمعني ماذا بينا أصدقائنا وأصحابنا واحد ما نبداوش نضربوا بعضنا، وعلي العريف أرجل من برشا عباد ومن برشا ناس اللي تكتب وتعدي كان التصوير نتاعو كي قال لازيسات، يلزم ياخذوا الخطاب الكل في السياق نتاعو ويلزم يعرفوا اللي نحن رانا ليهم بالمرصاد يا معانا يا معاهم، مش تعملوا حملة باش نحيوا قواعدهم، راهو هذه رسالة واللي يسمعوا فيا يعرفوني علاش كنا نحكي. طيب. ونكونوا رانا معكم مانيش نزيدوا على بعضنا في رجولية وفي دكتور أحمد القديدي. أعطيتوني كلام. المحكمة الأوروبية فرنسا تو أنت في باريس دكتور أحمد القديدي ما شاء الله عليه. إذا كان صدر قرار من المحكمة الأوروبية تفرض على فرنسا. ملزم. إيه ملزم. يا حسين خليني نذكر بحاجه وانت سفير اسمعني، المحكمه الافريقيه ماهيش هيئه حقوقيه، محكمه بقضاة ودخلت فيها تونس مش عام 2007 لا ولا 2018،
دخل فيها تونس ببروتوكول. لا لا بروتوكول بروتوكول ميثاق الافريقي بروتوكول 21 أوت 1996، وتجدد البروتوكول بصوره طبيعيه جدا. نعم. وش يقول الفصل السابع فيها يعيش تفهمني معناها تونس احد المؤسسين للمحكمه هذه. نعم. ايش يقول الفصل السابع اظن يقول ان الدول الموقعه على تاسيس هذه المحكمه تلتزم الدوله تلتزم دوله موقعه مش رئيس دوله يتوقع انجازمون دو ليتا التزام دوله الموقعه تلتزم بتطبيق احكامها وهو بصوره باته ولا اما تطرد منها من المحكمه وما ينجر عنه من ربما حتى طردها من الامم المتحده من محكمه الهاي. هل نكون يا دكتور يا دكتور سعيد راو يا حسين هل تتحول تونس يا دكتور ما يعرفش ايش معناها ثقافه الدوله تول تاخذ قروض من وقت بن علي ما لازم قيس سعيد يقول لا ما نخلصهمش لا ملزمه ملزمه ملزم بالطبيعه ملزم وبالاحكام ملزمه هو حتى الحكم اللي صادر عليه على الدوله التونسيه من اللافيسيي بتاع البي اف تي. نعم نعرف 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 دكتورنا هل تتحول تونس إذا لم تلتزم بهذا الحكم المحكمة إلى إطاف ويو دولة مارقة؟ قالوها في نص الحكم قالوا إذا تم التبخسي فهي دولة مارقة وخارجة عن القانون وتتبقى لها جميع العقوبات الممكنة من جميع الهيئات الإقليمية من اتحاد أوروبي اتحاد أفريقي المنظمات الآسيوية كلها اللي احنا مش معترفين بشيء من توا من 21 من 2001 25 جويلية مش معترف بشيء لا قانون لا دستور هو يكتب وحده في احكام جزائيه بالحبس كيفاش انت تكتبها وحدك هذيك ما تصدر الا على هيئه تشريعيه وتدرسها لجنه بتاع قضاة راك مش تحط واحد في الحبس وبكلمات فضفاضه ما عندها حتى معنى شنو اشاعه وبث الرعب في الشعب ثم كلمة اسمها بث الرعب في الشعب هذه أنت تجيلي أي خبر أخطر من عمر عياد وأخطر من صالح عطية أخطر من كل جيت كل هذه إفاعة يتبقى عليها 5 سنين سجن و 50 مليون خطية 6 سنوات و5 سنوات. نعم المرسوم 54 6 سنوات و5 سنوات لا يعقل يا حسين لا يعقل. هذا رفضته المجتمع المدني ونقاب الصحفيين رفضوا قالوا القانون هذا ما أنزل الله به سلطان احنا كنا هكا مش ردون هكا زي ويلزم رفضه. أنا عندي الفكرة اللي ديما نقول فيها احنا ما ناشي معارضين نحن مقاومون. علاش؟ فما فرق بين المعارضة والمقاومة. المعارضة تصح مع دول عندها مؤسسات نعم ديمقراطية تعمل ديمقراطيات تعرضها بطريقة سلمية ونفس التعامل الديمقراطي. نعم. إنما لا دولة انعدام الدولة وانعدام الدستور وانعدام البرلمان وواحد برد فرد مهما كانت عبقريته أكثر من الإمام المعصوم أكثر من آية الله لأن آية الله حتى في دستوره مجبور باش يسأل هذيك لجنة تشخيص النظام. صحيح. إحنا ما يسأل حد يسأل الناس وهو لا يسأل وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. صحيح هذه معلومة مهمة. هو في إيران حتى الفقير ولي هذا الولي الفقيه اللي هو خامنائي عنده اللجنة يستشير احنا اللجنة الصغيرة تردد يستشيرها ومجبور بس يستشيرها صحيح الخميني وقبل الخميني احنا لا اكثر من هكا. هل عميد صدق بالعيد اكثر ما سمعوش اصلا. طيب نمشوا خبر وتعليق سريعا سريعا الله ينوركم. الخبر الأول الطبوبي هل جلبت الحكومة أي بعد ما وقع الاتفاق الطبوبي هل جلبت الحكومة المواد الأساسية أصلا لكي يتم احتكارها؟ أستاذ بشر سيد الطبوبي وكأنه بدل اللهجة إنسان مخاوز يلعب فيها حمر كحلة كان طاع النظام هاني القف روحه في خرطيقة ما هو خاين وعميل وكان مع الانقلاب. لا ما نقولش خاين عميل هذا موقف تراه موقف الاتحاد موقف انت سلفي شوف لا خليني ما تخلينيش كل مره وانا انا موقفي
موقف سياسي يا سي بشر، إيه موقف سياسي؟ هذا موقفي أنا، وأنا اللي باش نتعصب عليه ونتحمل مسؤوليتي الشخصية. وأنا قلت ديما، أنا قلت راه الاتحاد كذبة وندخلوا في عركة مع الاتحاد من قبل، لأنه هو الذي هدم الدولة. الاتحاد هو اتحاد الخراب الذي هدم الدولة. الضربات وتوقيف الفصفات وعملته للمغرب باش ولا الفصفات يتباع في المغرب تولي الأولى، وإيقاف المؤسسات، وفي كل الحكومات هو يحكم، وكان هو البادي، وكان هو اللي شاد وسائل الإعلام وشاد الدنيا كله والنقابات الأمنية. هذا عميل عنده 10 سنين ويخدم عميل، وما شفناش الزيادات اللي اخذاهم في 10 سنوات بعد الثورة، عمره ما اخذاهم قبل. فيه الاتحاد والنقابات هم رجال، ولكن قياداتهم للأسف انخرطوا في لعبة سياسية وفي أجندات سياسية. أنا أقول اللي الاتحاد يلزم يطهر روحه من قياداته، القيادات القذرة الوطنية الشعبية اللي من حركة الشعب واللي من كذا ولا يخدموا في السياسة مع الشيخ في مصلحة منخرطيهم، وهذا ثابت. ونهار زاد كما مش يدوروا على قيس كذاب باش يدوروا على الاتحاد. هل من مصداقية الآن يا أستاذ بشر؟ سأعطيك المجال. هل من مصداقية الاتحاد الآن طبوبي بعد ما وقع الاتفاق مع رئيس الحكومة تقريبا 3.5% 3 سنوات الآن، وقع له على بياض أنه وراه طيب 3 سنوات لن يطالب اتحاد، عندما يقول أو يصرح الطبوبي عنده وزن مصداقية؟ شو قلت لماذا؟ ما عنده حتى مصداقية ويسوق فيه كما قلنا، قاعد معناها عايش بمأساة العباد وقاعد يكذب على العباد، ولكنهم عارفين وفاهمين الحقيقة. الطبوبي صادق على رفع الدعم، صادق على تشجيع الشعب التونسي وعلى تفكيره، وكان هوك كل كلمة، كان عرف ان الشعب هاش انا راني في صفكم، وكان ولكن يا ويل راهو بعد ما يتيح قيس راهو العاد ثم اتحاد لا نقابات امنية ولا اعلام العار، كله باش يتصفى وباش تجي بدايله ناس شرفاء وطنيين، لانكم الوطنية ما تعرفوش. نحن مع تعديل الاعلام وليس تصفيته. نستعمل مش تصفيته. شوف هذا مش يشدوا التصفية وخلي يشدوا ديالة يعني في الكلاب، رأينا خفش ورأينا يشدهم واحد واحد. أنا مش كما هذاك صفيان بن فرعاكي ولا راجل ويجاوب في سيد ورفيه ويحكي وانا طفشي، يكذب كله تكذب وكذابة، وعملتوها الكل بالقاعة العمليات اللي انتم يحبوا يصفيك وما يحب حد يصفيك، كان يحبوا يصفيك تنشو لك انتين سليمان وانت تسكر تنعطيه وكذبناك تموت، ينزي بلا كذب كله، وليتوا بالحراسة وليتوا تكذبوا مستهدفين وحبوا قطوني الفسبة، ما يحسنك حد كله في تونس وما عندك حتى كلمة. يزيو بلا كذب على الشعب التونسي كله، تضربوا في كاشيات 15 مليون و20 مليون من الشعب التونسي، من الأموال المصادرة نتاع الشعب التونسي، من الإعلام باش تطيحوا جهة سياسية معينة. توا الشعب فاق بكم وغدوة سيحاسبكم، وقول راه تحريض انت معظم الغربية وجماعتك وكل الكل توا جبتهم بالأسامي وجبت عائلاتك وجبت الدنيا كل، قول راه تحريض. التحريض اللي قمتوا به انتم علينا نحن، التحريض اللي قمتوا به على حركة النهضة، التحريض اللي قمتوا به 10 سنوات في قاعات عمليات. واليوم أنا يلزمني نعزي عمير موسي في رأس مالها اللي هو القرضاوي، كلها برا شد تو في متاع قايد صعيد، شد في قايد صعيد تو يزيك من القرضاوي يزيك من أول الواحد، كلها راك ما تنجمناش لا أنت لا غير، لأنه نحن الصادقون وأنتم الكاذبون. ومر الكلمة الدكتور مرة أخرى، ديما نشير أنه راو ثم ناس متهمة ولا على الأقل عندها حماية أمنية صحيح ما حبوش البهرج، ولكن إذا ثم خطر إحنا شلال ربي يحميهم، إحنا ماشي مع الإرهابيين، وبالعكس إحنا سلامة الصحافيين كما قلت منذ قليل مهمة جدا سلامتنا الصحافية، والله لا يوري واحد عملية إرهابية الله يسترنا. إحنا هو اسمه هو معز مشاه كلموه شوية تفجع مسكين روحه وقال كنت مجنون، فما بالك صحافيين تهديدات. أنا معهم مع حماية الصحافيين. سي دكتور أحمد أعطيني تعليق على الطبوب. طبوب اليوم سمعته تعجبت الحقيقة، قال فما مناورة، حتى قال حرفيا نعم مناورة باش السلاح ذيت المفقودة توا راهي مناورة من طرف السلطة، لأن شكون الديوان التجارة ما يتبع وزارة التجارة، وزارة التجارة تسمع لرفع الدعم، لرفع الدعم قيس سعيد لرفع الدعم، قال باش يرفعوا الدعم بها الطريقة هذه.
هي ذي راهي معروفة المناورة هذه اسمها لا بوليتيك دو لا رارتي، ينصحوا بها الخبراء بتاع صندوق النقد الدولي، يقول تحب الشعب يقبل نحيله كل شيء وبعد رجع. هي الاتحاد ما كانش لايق بها، سمعني ايه اتحاد اكبر قوه في البلاد، ايه يا دكتور اكبر قوه في البلاد وعنده مركز دراسات عدوها عليه زعما؟ لا مش عدوها عليه، لا يا رجل، هو يميل مع الرياح، توا يقول لك انا هاني مؤيد ومشيت صححت 3%، شكون القواعد اللي مش تثبت في 3%؟ انا 3% هو اقل زياده اذا ما كنت توازي نسبه التضخم. تضخم ايه الزياده اللي يمكن تقبل، يمكن بدون رفع الدعم هي 8%، هو مشى على 3.5% على 3 سنوات، يعني صحح على وهم بالنسبه للشعب. والشعب اللي يخرج توا، اللي يخرج انا نحقق لك حتى النقابيين وحتى القواعد النقابيه اللي كانت عندها ثقه فيهم ما عادش يهمها، تولي تخرج وتولي انتفاضه جياع، والله لو وصلنا لحرب الطبقات لا قدر الله، يولي اللي ما عندهوش يجمع اللي عنده. حفظ الله تونسي، نعم، وعلى وليداته، حفظ الله تونس من هذا. وراي وقتها وهذا ما حذرت منه الدكتور، حذرت منه الناس، ما يقولوش شعب تونس شعب مسالم، لا مسالم لا حتى شيء. بورجيبه كان مسميه الديمون نوميد، فمغوله هكا تطلع من نوميديا ويتغير الشعب. هما اللي قتلوا يوسف صاحب الطابع، اقرأوا تاريخ بن ضياب اتحاف اهل الزمان، اللي قتلوه وصحنوه، رجل كان رئيس حكومه وزير اول معناه، واحد منهم تلفت لواحد وهما يجدوا فيه من رجليه هو 100 جثه، قالوا شكونوا هذا؟ قالوا ذاك يوسف صاحب الطابع، قالوا عليه احنا قتلناه ونجدوا فيه حتى نسحلوا فيه، قالوا مو على خاطر جاء ضد سيدنا، ولا جاء ضد سيدنا ولا حتى شيء. الشعب التونسي خوف. اقراوا الكتاب تاع جوستاف لوبون لا بسيكولوجي دي فول، نعم اقراوا السيكولوجي، احسن من قال صحيح. ان الجماهير كي تخرج يلغى العقل ويصبح التصرف عاطفي وتصبح تنين كما تنين الصين، الملايين بتاع البشر اللي زاح. لا انت سريلانكا كيفاش بدات شويه كيما توا دوار يسرو كيما من غادي وكيما كذا، وبعد مشات قد تربي الناس للي بيه الفائدة، مشاو للقصر وخرجوا منه الرئيس هذاك خاطر ما تلاش بالأمة. حافظ الله تونس. الخبر الموالي دكتور، معذرة اسمح لي المقاطعة، خبر موالي، الوقت شارع. خبر عن نقابة أمنية أستاذنا، خلال عملية إخلاء المقر بالقوة العامة، هو فيه قرار قضائي بإخلاء المحل، حجز 600,000 دينار بمقر نقابة قوات الأمن الداخلي. أنا والله في الحقيقة عندما طلعت الخبر في الأول حسيتها إشاعة، لكن تابعت التصريح ورد شكري حمادة قال لا 600 مليون بكوارترة. يا سي بشر، أستاذ بشر، نعم نحاول نعيد الاتصال باي دكتور. 600,000 دينار، أنا كي سمعت في قيد الخبر شكيت فيه شوي، شكري حماد أكد قال صحيح، رانا جبنا 600 مليون من البنك باش نخلصوا، خاطر عندهم زملائهم وقفوهم النهارين في صفاقس حاجة كما هكا باش نخلصوا المحامين، وثم يمكن باش يعاونوا عائلات ب 600 مليون. أستاذ بشر أنت محامي وعندك تعرف أتعابد محامين، 600 مليون أستاذ بشر تسمعني أستاذ؟ أعتقد أن أستاذ بشر لا يسمعنا، نعيد اتصال به. دكتور الرقم، نعم. الرقم هذا تو هم حجزوه بالعدد المنفذ 600 مليون نقابة أمنية، نعم هذا معقول نقابة أمنية؟ شفت التصاور بتاعه، هما النقابات يقول فما ناس طردوهم من خدمهم وما عندهمش رواتب، لمينة هات الحسين شو لمينة 600 مليون رقم في البنك استمتعوا؟ ايوه لو ما باش نعاون العائلات ونعطي رواتب دولة داخل دولة، تقل عن 1,200,000 1,300,000 لكل أسرة. ايه راه شنو شنو سمعوا شنو 10 15 واحد ماكسيموم شنو؟ اي لا يعقل، هو أشياء هذه لا يعقل. احنا في احنا توا في عهد العجائب والغرايب وما زلنا نراو، اذا كمش دي تبطى الامور هذه ما زلنا نراو، ان شاء الله ما تبطاش، ان شاء الله ما تبطاش، والقوى الوطنية تأخذ مسؤولياتها وتتحمل مسؤولياتها باش يقع تغيير هالمنكر، لأنه منكر
اللي واقع في البلاد. أنا فقط ربما بالنسبة للنقابة الأمنية كمحترمين، لكن إذا كان حتى بيشصرفوا على منظورهم به وتضامن به، كيحس الأمني تويك أهمية الروح تضامن والنقابي مهم، باش كي يضرب يدخل مسيرة متاع النقابة ولا أي يحس شوي هابط شوي المتراك. أما خلى عمل فيرمون في البنكة شنو هزهم سرة؟ أنت معقول هذا؟ سرة باش تعاون بهم؟ ما من شيء شكاك المعقول. به سي بشر ظهر لي انقطاع اتصال، نسمعه بربي شوية كان حركوا جيش مثل شوي، تم كلمات محمد القاسمي ونور الدين بن حميدة، اسمع وضحك شوية وتفرج على المسرحية. زوالي ما عنده باش، فالس ما يلقى دينار، وحتى المونة ما ثماش، قالوا جرة الاحتكار التوانسة. نسمعوهم في دوار هيشر، في هنشري القلة، القلنا في عقارب اللي حب يرجعوا لهم بالاستفتاء، معناتها نهار اخر نعمل استفتاء تتنفس اكسجين ولا. سيد والد صفاقس قال لهم نعمل استفتاء، هل نخلو هالمصب هذا ولا، معناتها غوضه باش تتنفس اكسجين، نعمل استفتاء. نسمعوا شوي ونخليكم معنا ومش نعطوا كلمه ختام بعد للدكتور احمد خديدي واستاذ بشر الشاب. يلا نا عن بابش فارس ما يلقى دينا، وحتى المولى ما فماش، قالوا جرة الاحتكار. جاهم لوسي ما يخطاش، سكر المخازن جملية. جاهم لوسي ما يخطاش، سكر المخازن جملية. تحب القهوة ما تلقاش، والسكر هاجر نجها. تحب القهوة ما تلقاش، والسكر هاجر نجها. واللحمة ما تشريها، جاجة بيضة شعلت نار. وعادي كان قعدنا بلاش، وعلفنا لحشيش نزية. والغريب المفهمناهاش، وتخلي الواحد محتار. الغريب المفهمناهاش، وتخلي الواحد محتار. قولوا لي بربي كيفاش اللحمة الحمرة بمليار. قولوا لي بربي كيفاش اللحمة الحمرة بمليار. وهذم عشرة من ستاش، مش تلقى الحسبة مجدية. قولوا لي بربي كيفاش اللحمة بمليار، مش على واحد يجي يفهم يدوخ. به نشكر محمد القاسمي ونور الدين بن حميد على الكلمات. وهذا النضال بالحق دكتور، مش مسيرات في الليل، شعب يعبر بالموسيقى، يعبر بالنضال السلمي المدني في النهار، هذا المطلوب. سي بشر ما تحصلناش عليه حتى نختم، شنو هو التحركات الاجتماعية في القنة؟ وثم شكون مات أعتقد في جهة مرناق، وثم بعض يعني في الشارع ناس معتصمين ولا كمنتفضين، ثم عائلات للأسف الشديد في أكثر من جهة متاع الحرقة هذه، وفي دوار هيشر، وسيد رئيس الجمهورية ويطمن فينا قال الأمور لا بأس. حتى نختم دكتور. ما فسرناش واش معناه الامور لاباس، كلمه هكاك عبارت كيفاش لاباس، فاش لاباس. هو عام 2010 يا حسين الناس عملت ثوره كبيره، ثوره اصبحت مثل يحتذى في كثير من الدول العربيه ودول العالم الثالث، وقت اللي كانت الدنيا وقتها رخيصه والامن كان متوفر، وما فماش لا عرك على السكر ولا عرك على السميد ولا عرك على الزيت. تعتبر الناس اللي تدخل العزيزة ولا الكارفور ولا المدازان جنرال تلقى السلاح الكل. وصارت الناس، صارت الناس على خاطر راهو بعض مظاهر الاستبداد وعائلة الترابلسية شنو عملوا. توا عام 2022 ما فماش إلا نسبة لمناسبة بين ظروف 2010. هو الأول مرة البوزيدي يحرق روحه، توا فما أربعة حرقوا روحهم، حتى من البوزيدي فما أربعة. والانتحارات والهروب، ما كانش بها الصورة هذه، الهروب من تونس والهجة، ولات الوالدين تعمل هجة ولمت بها صياغتها باش ولدها يهاجر، عامل هجة وما فما شيء. لكن أنا أعتقد اللي الشعب التونسي واعي وماش يرجع له شاهد العقل يفكر، يقول وين هجزنا؟ واحد برك، راجل برك، شخص واحد، هو القانون وهو الدستور وهو الدولة وهو التنفيذي وهو القضاء، شو هذا؟ وين ماشي انت؟ هذا ما عشنا الا في عصر مراد الثالث، هذاك مراد بوبالا اللي الحبيب العراس عمل عليه مسرحيه، ما كانش في تاريخ تونس الكل، ما فماش هذا، بالكل حتى البيات والملوك عملوا مجال حلوا عقد مراد بوبالا مراد بوبالا، نعم، في الدوله المراديه معروف تاريخه،
اقراوا كتاب تحفال الزمان ولا مسرحية الحبيب بولعراس. بولعراس كانوا يجيبوا له حتى العروسه، من عروسه يجيبوها له تعجبهم حتى يجيبوها له يفكوها في اللي تعرفها. وعنده سيف كان اسمه البالا، هكا سيف خشين هكا يقطع به الرؤوس ويخرج للسوق ويقتل الناس. احنا توا وصلنا لك العهد هذاك، الله لا يقدر، الله لا يقدر، الله يحفظ تونس ان شاء الله. مراد ثالث مشى وتاريخه مشى والناس وعاد، ثم الجيوستراتيجيا في العالم هل شوفها كيفاش تتبدل يوميا يا دكتور؟ اصبحنا الفوق بالكل، فما حزب الناتو ويضده مؤتمر شنغهاي. نعم، ولات الامم تجمع بعضها باش تتلاقى. واحنا الوضع الاقليمي هنا في المغرب العربي والشرق الاوسط وبحر الابيض المتوسط يخضع الى تجاذبات كبيره، وهو غير واعي، مش دخل في قضايا ليبيا الداخليه وجاب لهم حكومه فتح الله عملها في البلاس في دمرت، هذه ما يجيش. هذه فما حكومه ما ترفع بها الامم المتحده، دخلنا فيهم احنا توا. جاء للقطريين اغلق قناه الجزيره نهار 26 جويليا من غدوه، ارضاء لشكون؟ في توا قناه الجزيره مهنيا واحترافيا تجيب اللي معاك واللي ضدك، توا الغدوه 30 مليون مشاهد في النهار. يا ولدي غلط، ماشي في ثنيه غلطه وحده. قلت لهم انا انصحوه الناس اللي حواليه. نعم، هي ظن هذيك اللي تعرفه كانت مدير مكتب وتعرفه مليح مدير الديوان، وهذيك قالت ما يسمعش ولا تعذر. حتى السفيره امريكا قالت له ودي سمحنا وبالله امسح فينا احنا على مرض الله. الراجل يدخل البيت حتى نختم دكتور بيت. تعرف الدولار اليوم، الدولار اليوم يرعى العشيه 3.3 راهو سمحني 3.3 راك تجيب دولار وتصرفه 3.3، لكن كيف تشريه؟ اي يمكن 3.5 ربعين الله اعلم قداش. اول مره هاو الكورب سبعت في سبتمبر 21 قبل عام فقط من تصحيح المسار كان في 2.79. نشوف الصوره للمشاهدين، الدولار ب 2.79 دينار تونسي. اليوم الاربعاء ونص نتاع العشيه بات الدولار على 3.30، شيء غير مسبوق. الدولار كان في عهد الهادي نويرة وبعد محمد مجالي كان يسوى 500 مليم الدولار. انا صرفته ب 500 مليم وانا قبل فكره عام 82. انا خدمت مع البنك الفرنسي التونسي، سمحني التحقيق. كان الى حدود 82 كان الدينار التونسي يساوي 1.5 دولار. اي الى حدود 89 دولار. 89 بده يتساوي في 90 بده يتساوي. اي نعم. كلمه اخيره دكتور، يلا انا على الهواء تو. كلمه اخيره طيبه يلا. ذات نحن الان نتكاتف كل الطيف السياسي اللي في تونس بدون ما نهاجموا بعضنا ولا نصنفوا بعضنا ايديولوجيا، وهو شيء ما عنده حتى معنى. نعم، احنا يجب ان نقاوم هذه المظلمة التاريخية الكبرى التي سلطت علينا شخصا واحدا بإرادة شخص واحد ومن وراءه، الله أعلم من وراءه. شكرا دكتور أحمد خديدي السفير السابق والكاتب الصحفي. شكرا أستاذ بشر الشابي المحامي والنائب عن حركة النهضة. شكرا مشاهدينا، شكرا متابعينا، شكرا فريق الفني والتقني الذي أمن هذا اللقاء المباشر. نلتقي غدا إن شاء الله في موعد جديد في ملفات جديدة في متابعة للحركة المجتمعي الاجتماعي والسياسي بدايه الساعه 8:30 مساء بتوقيت تونس. في امان الله.